أما ما بين الصفا والمروة لأنه سيأتي الركن الثالث من الأركان التي يعملها الحج والمعتمر وجوب السعي بين الصفا والمروة الذي سيأتي في آخر الدرس في صفحة 421. هذا سيأتي أن المصنف قال ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور. هذا سيأتي أنه سبعة أشواط ولكن في الحقيقة ليست بسبعة أشواط إنما هي ثلاثة أشواط ونص، لأنه هذا الصفا والمروة هذا ويمشي من عند الصفا لا عند المروة، هذا تحسب شوط واحد ثم يأتي من المروة إلى الصفا فيحسب شوط واحد ثم من الصفا إلى المروة يحسب شوط واحد ثالث ثم يرجع فيكون الثاني السيرة الأول ثم الجية الثاني ثم السيرة الثالث ثم الرجعة الرابع ثم السيرة الخامس ثم الرجعة السادس ثم السيرة السابع. اسمهن سبعة أشواط ولكن ثلاثة ونصف فقط، لأن يبتدي من عند المروة وينتهي عند الصفا، بينما في الطواف على الكعبة يبتدي من عند الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود. فالفرق ما بين الطواف والسعي أن الأشواط عند الطواف على الكعبة هي أشواط حقيقية سبعة، من عند الحجر لا عند الحجر سبع مرات، أما ما بين الصفا والمروة فالسيرة تسمى شوط والأياب يسمى شوط والسير البر الثاني يسمى شوط، فهي ثلاثة ونصف فقط، بدليل أنه يبتدي أولا يبتدي بالصفا وينتهي بالمروة، لأن بعض الحجاج يغلط يسمع عن سبعة أشواط في سير ويجي سبعة أشواط وينتهي عند الصفا، مع أن اللازم أن يكون الانتهاء يكون عند المروة. فهذا تنبيه لكم، لأن بعض الحجاج يغلط فيسمع عن سبعة أشواط فيظن أنها أشواط مثل أشواط الكعبة فيلوي على الكعبة سبعة أشواط من عند الحجر لا عند الحجر، ثم بعد ذلك يذهب إلى الصفا وإلى المروة ويعمل سبعة أشواط يبتدي بالصفا وينتهي بالصفا، وهذا غلط. هن سبعة أشواط لكن في الحقيقة سبع سيرة وجيه سيرة وجيه ثلاثة أشواط ونصف فقط.